ابونا الوفد المصري لما كان موجود في نيش في شهر 8 اللي فات كان ليه زياره لكنيسه سان سافا. ازاي يكون في تعاون ما بين كنيسه سان سافا وكنيسه السمائيين هنا في مصر؟ احنا طبعا في البدايه بحب اشكر المحافظه جدا واشكر خالد بيه فوده المحافظ وكل الجروب اللي بيشتغل معاه على المجهود العظيم اللي هم عاملينه ده. حقيقه مدينه نيش مدينه مهمه جدا في صربيا، تعتبر يمكن ثالث اكبر مدينه في صربيا ومدينه سياحيه كبيره جدا، وفي ما بين مصر وما بين صربيا علاقات دبلوماسيه كتيره من زمان من 1908 ايام الخديويه واستمرت لغايه النهارده. الكنيسه هنا في شرم الشيخ كنيسه السمائيين ليها شهره عالميه على مستوى العالم، اي افواج سياحيه بتيجي شرم الشيخ لازم بتيجي تزور كنيسه السمائيين، ودي حاجه بتفرحنا جدا، ويعني هي بتجذب السياح جدا، دي حاجه بتفرحنا جدا. الحقيقه سيدنا انبا ابولو اللي هو اسقف جنوب سيناء هو اللي انشا الكنيسه دي وبناها، وكان مصر جدا انها فعلا تبقى مزار عالمي لاي حد هيجي شرم الشيخ لازم هيجي ياخد بركه كنيسه السمائيين. انا اتقابلت مع الوفد الصربي ومسؤولين كنيسه هناك واتكلمت معاهم، وهم هيجوا فعلا يزورونا ان شاء الله في زياره يوم الاحد الجاي، يوم الاثنين انا اسف، اتفقنا عليها هيشوفوا الكنيسه وهنرتب معاهم بقى ازاي هيبقوا يجوا الزيارات اللي جايه لما يجي افواج باذن ربنا صربيه لمصر، ازاي باذن ربنا هيجوا الكنيسه، هنرتب ونكون منتظرينهم وفي استقبالهم على طول يعني.